هناك تحديات كثيرة اليوم تواجه الاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة. أولا خروج بريطانيا من الاتحاد، كذلك بعد تطورات سياسية بالفوز بعض الأحزاب اليمينية في أوروبا، وكذلك الأوضاع في منطقتنا في الشرق الأوسط وفي ليبيا، الأزمات متعددة في منطقتنا، هذا بالإضافة إلى تحديات متعلقة بالهجرة ومكافحة الإرهاب، فهذا أثر شيئا ما على بناء الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، الآن نظرا لكل هذه التحديات يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطور الأساليب دياله تجاه المنطقة في إطار سياسة الجوار، في إطار مقاربة جديدة لمواكبة يعني الطموحات المشروعة لعدد كبير من الدول التي اختارت أن تكون لها علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي، كالمغرب مثلا الذي منذ سنوات طويلة هو له علاقات في إطار الوضع المتقدم مع أوروبا بآلية جديدة بمنظور جديد. ولكن اليوم نظرا لكل هالإشكاليات التي تعمل معها المنطقة ديالنا، يجب علينا كشركاء فاعلين أن تكون لنا نظرة شمولية قوامها المنفعة المشتركة بطبيعة الحال، وخلق مناخ جديد لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذه هي جلالة الملك، لأن جلالة الملك دائما وضع العنصر الإنساني في قلب هذه المقاربة مع أوروبا. التنمية الاقتصادية بالنسبة للمنطقة ديالنا، ولكن كذلك أبعد من منطقتنا. واليوم هذا هو اللي كان النقاش في هذا البانيل رفيع المستوى اللي كان مشارك فيه عدد كبير من وزراء مهمين في الحكومات من عدد كبير من الدول الأوروبية، جاءت بمنظورها ولاحظت أن هناك انقسام داخل كذلك المجموعة الأوروبية بين الجنوب والشمال الأوروبي، بين الغرب والشرق. وهذا طبعا أنا أعتقد شخصيا أن اليوم لنا فرصة جديدة لتفكير في منظور جديد لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، وهناك وعي كذلك من عدد كبير من الدول الأوروبية لتجعل من هذا التعاون يعني أرضية جديدة لتعاون جديد فيه طبعا الحوار السياسي أساسي، التعاون الميدان الأمني لأنه أساسي كذلك، ولكن بالأساس هو تعاون في ميدان التنمية الاقتصادية، لأن المهم الآن والأولوية هي خلق فرص الشغل أمام عدد كبير من الشباب في منطقتنا. وهذا هو التصور الذي دائما كان كيتميز به المغرب من خلال الوضع المتقدم. كنا أول دولة اللي دشنت مع الاتحاد الأوروبي واحد النوع جديد من هذاك الشيء. إذن طبعا اول في اطار الحوار يستفيد من حقيقه منفعه مشتركه، لان احنا دائما نقول ان معالجه كل هذه التحديات يجب ان تتم في اطار الحوار، في اطار الشفافيه، في اطار المصلحه المشتركه، لان في اخر المطاف يجب علينا ان نتقاسم نفس القيم المشتركه.